أكتر من 6000 جنيه هتكسبهم كل شهر وإنت في بيتك، مجرد ما تشتري الشهادة اللي هقولك عليها دلوقتي. لا وإيه ده، أنا هقولك على أعلى شهادة في مصر هتكسبك دهب حرفيا. لكن إيه تفاصيل الشهادة دي، ومين البنوك اللي بتقدمها، ومدة الشهادة قد إيه، والعائد بتاعها كام بالظبط؟ كل ده وأكتر هتعرفه، بس تابعني لآخر الفيديو. ناس كتير بدأت تلجأ دلوقتي لاستثمار فلوسها في شهادات ادخار، خصوصا بعد ما البنوك طرحت مؤخرا شهادات بأعلى عائد تنافسي. وطبعا دي فرصة اي حد معاه فلوس انه يكسب مبلغ وهو في بيته من غير اي مخاطرة. من ضمن البنوك اللي طرحت شهادات ادخار باعلى عائد هو بنك التنمية الصناعية، اللي اعلن من ايام عن طرحه شهادة جديدة باسم سمارت بعائد 30% سنويا، ودي مدتها تبدأ من يوم 1 لحد 300 يوم، اما العائد فهو بيتصرف بنهاية المدة وبيتحسب من نفس يوم شراء الشهادة. وعلى فكرة دي اقل مدة تستثمر فيها من بين شهادات الادخار، ودي تقدر تشتريها ب 250 الف جنيه ومضاعفاتها 1000 جنيه. من مميزات الشهادة انها مش عليها اي مصاريف ادارية ولا غرامات عند استرداد الكسر المبكر، وساعتها هيتم تطبيق العائد المعلن في تاريخ عن المدة الفعلية للشهادة. بس انت عارف انك ممكن تكسب من وراها اكتر من 6000 جنيه كل شهر، وده لما تستثمر مبلغ 250 الف جنيه فيها، ده الحد الادنى لشرائها اصلا. ساعتها هيكون هامش الربح السنوي 75 الف جنيه، وفي حالة توزيعها على شهور السنة هيكون الربح الشهري 6250 جنيه. بس عموما انت ممكن تصرفه في نهاية السنة زي ما انت عايز. المفاجأة بقى كانت في شهادة البنك الاهلي الكويتي اللي اعلن عنها على صفحته على الفيسبوك، ودي شهادة ثلاثية بعائد ثابت تراكمي وبسعر فايدة مرتفع قيمته 75%، وده اعلى عائد على شهادة ادخار بيتصرف وقت استحقاق الشهادة. لا مش بس كده، دي كمان سعرها 1000 جنيه بس، يعني في متناول الكل. انت كمان تقدر تكسر الشهادة دي في اي وقت بشرط مرور سنة على شرائها، وساعتها هيتخصم غرامة من اجمالي العائد حسب جدول الاسترداد في كل سنة. وعندك شهادة البنك العربي الافريقي بعائد 65%، ودي برضو من اعلى الشهادات الموجودة في السوق، والعائد بتاعها بيتصرف في نهاية المدة. الشهادة دي تقدر تشتريها ب 5000 جنيه ومضاعفاتها 1000 جنيه مصري بدون حد اقصى، اما مدتها فهو 3 سنين. اما لو مستعجل على فلوسك في البنك، طرح شهادة بعائد مقدم قيمته 40% لكل العملاء، بمعنى انك لو استثمرت مبلغ 100000 في الشهادة دي فساعتها هتاخد 40000 جنيه مكسب وانت واقف. انت كمان لازم تعرف ان مدة الشهادة 3 سنين، والحد الادنى لشرائها 5000 جنيه ومضاعفاتها. بس خلي بالك انت مش هتقدر تسترد قيمتها الا بعد مرور 6 شهور من ربطها، مع خصم نسبة من العائد المدفوع مقدم ونسبة من الفايدة التراكمية، وكمان مش هتتجدد بعد تاريخ الاستحقاق. بس احسن ميزة فيها انك ممكن تقترض بضمانها لحد 50% من قيمتها. ودلوقتي قولنا ايه احسن شهادة تستثمر فيها فلوسك.